السويد هي بلد رائع من حيث بشكل عام اوروبا، بس ما بعرف اذا هي المشكله موجوده بالسويد بس او باوروبا بشكل عام. فهلا راح اعرف منكم وراح تعرفوا مني بعض معلومات. السويد بلد قائم على الاحترام، على التعامل الانساني، كل شيء بتلاقي كثير حلو، في عنده اشياء ايجابيه كثير كثير كثير، بس في شغله استقت منها للاسف. فما بعرف انه هذا الشيء موجود ببعض باقي الدول الاوروبيه ولا بس بالسويد. طب انا طبعا كانه لاجئ قادم جديد الى السويد، فمره مرضت انا ودخلت ما بعرف شو صار لي، وقعت على الارض، جابوا لي الاسعاف كذا، اغمي علي، ضليت 3 ايام بالمشفى وانا ما بعرف ليش، يعني ما بعرف شو صاير معي. اسالهم شو صاير، قالوا لي ما بعرف يعني دايخ انت وكذا. فانا يعني 3 ايام بدون دواء، معلق فيني السيروم، انه اشتهيت انه اوكي انا ايمت لازم اطلع اروح على البيت انه. فاستغربت انه ما بيعطوا دواء، ما في شيء اسمه دواء، ما في شيء بخلوك ليصير عندك مناعه. ملي للاسف من يعني لاحظت الشغلات هي انه يعني من ابشع الشغلات ممكن تلاقيها بالسويد انه هي الطبابه والمشافي، انه ما ممكن يعطوا انسان دواء الا اذا ما عرفوا انه هذا الانسان راح يموت وهذا الشيء راح ينقذه فقط. بس من الاول انك تتعالج فهذا صعب شوي. كوجهة نظري انا هذا اللي شفته، انه صعب كتير تحصل على دواء او انتيبيوتيك او هالاشياء هاي. فاستغربت انه راح اموت لاحصل على حبايه انتيبيوتيك. حتى بالصيدليات ممنوع حدا يبيعك دواء ابدا بدون وصفه من الطبيب او من المشفى، غير هيك ما بتحسن تجيب اي راشته وتعطيها، لا، لما تعطيها راح يكون في كود، فالمشفى بحط الكود وبحطه بالسي في تبعك انه هذا بيحصل على هذا الدواء بس. يعني ما في حدا فينه انه يزور راشته ويروح، لا ابدا، اذا ما شاف على السيستم نازل عنده من المشفى كاتبين انه بيحصل على كذا وعلى قده، مستحيل يعطوك نهائي. فانا استغربت من هالقصه. وفي ناس هون بعانوا من هالمشكله، حتى سويديين قالوا انه في مشكله بالطبابه هون، نقص عنده، نقص دكاتره وفي نقص ممرضين. فما بعرف انه السبب انه للمناعه، انه مشان يصير عندك مناعه، ولا هو نقص في الكادر الطبي. فهذا الموضوع اللي انا كنت انه عم احكي عليه، وقابلت كثير عالم دكاتره اجوا على السويد، طبعا ما خلوهم يشتغلوا دكاتره لبعد ما ترجموا شهاداتهم، ولو ترجموا شهاداتهم لبعد ما كمان يدرسوا سنه او سنتين ليتعلموا الطبابه بالسويد، لانه مختلفه تماما عن الوطن العربي. ففي كثير ناس بتقول اوكي مثلا اذا السويد نايس انا فيني اطلع ادرس، فيني انه انا دكتور انه اقلب شهادتي بس واشتغل دكتور، لا ابدا. في كثير هالقصص معقدينه، خاصه الطبابه بشكل عام، لانه في عنده سيستم خاص وفي عنده القصه. فشغله المناعه انا ما حبيتها، يمكن هي شغله حلوه وايجابيه للجميع، بعرف انه شغله حلوه، بس شغله ما يعني انا كانما يعني انا متعود بسوريا لما امرض او تروح لعند الصيدلي هو بيعطيك الابره للمناعه وللقريب وللبرد وللاسهال لكل شيء، كل شيء يعني بيعطيك ابره او حبه وحده فبتحل لك الامور كلها. بس هن يعني قالوا انه في حاله وفيات بالمشافي بتصير بسبب انه الطبابه. ففي حالات يعني هي يعني اوكي ايجابيه وسلبيه بنفس الوقت. يعني المريض لما يمرض لازم يتعافى. فما بعرف هل انت مع المناعه ولا ضد المناعه، انه انت مع الادويه ولا ضد الادويه. انا هذا الشيء حابب اسمعه منكم، واذا في حدا عنده تجربه سابقه صارت معه بتمنى يكتب لنا اياها بالكومنت ونشوف مين او وجهه نظركم بشكل عام بهذا الموضوع. فانا وجهه نظري انه اخي خليني على الحبه هاي ومبسوط. تحياتي لكم ونشوفكم حلقه جديده.